بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وقول جديد من كل الناس حسنا على شاشة القناة الثانية. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن مفهوم الاعتصام في الإسلام. قد يعتقد البعض أن الاعتصام مفهوم خاص جدا بنوع من أنواع الاحتجاج. هل الاعتصام من نوع آخر أو صورة أخرى نتحدث بها؟ الاعتصام هو الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بعهد الله، الاعتصام بميثاقه من خلال كتابه الكريم ومن خلال منهج نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا عن العبادة؟ ماذا عن السلوك؟ هل الاعتصام فقط عبارة عن شكل وشريعة أم ماذا عن هذا المفهوم؟ دعونا نتحدث عن أنواع وصور الاعتصام وأثر الاعتصام في أو على الأمة الإسلامية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث هذه الأمة على الاعتصام بحبل الله. هل هناك أيضا فرق بين الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله؟ لدينا الكثير في هذه الحلقة. يسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا فضيلة الشيخ هيب إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. طبعا مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. معنا أيضا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عاشور أبو العيلة. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد من علمائه الأجلاء، وبالتالي الأزهر يحمل لنا الكثير من هذه القيمة من علمائنا. فضيلة الشيخ عيد، حينما نتحدث عن الاعتصام فالاعتصام له معان كثيرة، ولكن هناك أيضا مفاهيم مغلوطة عن الاعتصام، ولكن كيف جاء به الإسلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا عدد أنفاس البشر وحبات المطر وقطرات الماء وذرات الرمال، وعدد من صلى على سيدنا محمد وعدد من لم يصلي عليه، وعدد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واجعل لنا يا ربنا من بركات الصلاة والسلام على سيدنا محمد من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من بركاتها سترا وقبولا وتوفيقا ونجاحا وعفافا وغنا عن العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام، لكن أي اعتصام نعتصمه؟ الاعتصام هو اللجوء أو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، أو الاحتماء به سبحانه وتعالى، أن تحتمي بالله أو أن تلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن يطلق لفظ الاعتصام على الاعتصام بحبل الله، أي التمسك بحبل الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قالها في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبحان الله، كأن من بركات الاعتصام أن الله نجانا. نعم، من اعتصم بالله سبحانه وتعالى فيه النجاة. فيه النجاة. نعم، بالضبط. نعم، ذلك سيدنا موسى عليه السلام لما انطلق أراد أن يذهب وقال إني ذاهب إلى ربي سيدنا إبراهيم. نعم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. نعم، فبشره الله سبحانه وتعالى بإسماعيل. سيدنا موسى عليه السلام لما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. نعم، سيهدين. أي ألتجو إلى الله وأحتمي بالله سبحانه وتعالى. سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه لما حدث أنه أسلم وأمه عرفت قالت لن أذوق طعاما أو شرابا، قال لها والله لو كانت لك 100 نفس وزهقت واحدة تلو الأخرى ما عدت عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع من أنواع التمسك. يعني نعم، لدينا معاني كثيرة في الشيخ عاشور حينما نتحدث عن هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كأن في منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحث
على الاعتصام والاعتصام لعدم الفرقة، لعدم الاختلاف، لعدم الاختلاف، ماذا عن هذه الزوايا؟ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على خير الأنام ومسك الختام وبدر التمام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأمجاد الكرام. أما بعد، الله عز وجل حدثنا في كتابه الكريم عن الاعتصام فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إلى آخر الآية. نعم، وهي نوع للتأليف القلوب، ما هي نعم. نوع من أنواع الأطر. نعم. قال المفسرون وقال العلماء: الاعتصام ورد في القرآن الكريم بمعنيين. المعنى الأول اعتصام بالله عز وجل. نعم. قال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. المعنى الثاني اعتصام بحبل الله عز وجل. نعم. وهو الذي قرأناه في الآية: واعتصموا بحبل الله. نعم. قال العلماء: والاعتصام بحبل الله يساوي الهداية ويمنعك من الضلال. نعم. والاعتصام بالله يساوي الحماية ويمنعك من الإذاء. نعم. فالاعتصام بحبل الله تنوعت كلمة التفسير حول معنى حبل الله. نعم. عز وجل. فابن عباس يرى أن حبل الله هو دين الله، والمعنى تمسكوا بدين الله. نعم. سيدنا ابن مسعود يرى أن حبل الله هو الجماعة، وقال: عليكم بالجماعة، وهو حبل الله الذي أمركم به، فإن الخير في الجماعة ولو كنتم تكرهونه، والشر في الفرقة ولو كنتم تحبونه. نعم. وذهب بعض المفسرين إلى أن حبل الله هو القرآن الكريم. نعم. رسول الله سماه حبل الله المتين، وكل هذه المعاني تصلح أن تكون حبلا لله. فحبل الله هو الدين، وهو القرآن الكريم، وهو الجماعة. إذن القرآن الكريم يأمرنا أن نتمسك ونعتصم بدين الله عز وجل وبالأوامر والنواهي وبالقرآن، لأن القرآن يأمرنا بما ينفعنا وينهانا عما يضرنا. فكأن الله يقول: إن أردتم نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة فاعتصموا بكتابي وتمسكوا بديني واجتمعوا وكونوا على قلب رجل واحد. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما الاعتصام بالله عز وجل فمعناه التوكل، كل التوكل على الله سبحانه. نعم بالله. فلا ترجو الخير إلا منه. نعم. ولا تستدفع الضر إلا به. نعم. وألقي بآمالك وآلامك وطموحك بين يديه. نعم. فهو القادر على أن يصرف عن الإنسان كل مكروه وأن يحقق له كل خير. هذا هو حديث القرآن. نعم. عن الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله عز وجل. هذه كانت البداية، وبين الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، كيف نحقق في هذه الأمة، في هذه أو في هذا الزمان بالتحديد، ما أحوجنا للاعتصام، ماذا عن هذا الأمر؟ دعونا ننتقل بحضراتكم ونعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا حضراتكم سريعا بعد هذا الفاصل، لنعاود الحديث عن مفهوم الاعتصام في الإسلام. نرحب مرة أخرى بالحضور معنا في هذا اللقاء، فضل الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، أيضا معنا فضل الشيخ عاشور أبو العلا. نرحب بحضراتكم مرة أخرى، وما زلنا نتحدث عن الاعتصام، ولكن لدينا سؤال مهم جدا: ماذا عن الوسائل التي تعين المؤمن على فكرة الاعتصام من منهج ورؤية نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع الصحابة ومع الأمة في أيامه على أهمية الاعتصام وعدم الفرقة والخلاف؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحث الصحابة ويحضهم على فكرة أن يكونوا جماعة وأن يكونوا يدا واحدة. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه.
وهذه في الحقيقة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن يد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا تكون مع المتحابين، مع الذين اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. ولذلك ما وجدنا جماعة اجتمعت على الله وفي الله وبالله إلا ونزلت عليهم سكينة الله، ونزلت عليهم رحمات الله، وملائكة الله سبحانه وتعالى وغشيتهم الرحمات. إذن هذه من أهم ما من الممكن أن توجه به سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقرآن الكريم أيضا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى هناك صور يا فندم. نعم. نحب نعرفها للمشاهد، ما هي الصور التي تضعنا في قصة الاعتصام أو الخروج من الاعتصام؟ كيف نفعل ذلك فيما نعيشه الآن؟ شوفي حضرتك، لا يخلو مجتمع من المجتمعات وخاصة في هذه الآونة الأخيرة من بعض الخلافات أو الاختلافات. نعم. الأبواق. نعم. التي ربما تناهضك في الفكر وربما تختلف معك. الكثير من الناس يظن أننا جئنا لنتفق، هذا ليس حقيقة. حقيقة. ولكننا لابد أن يتقبل كل منا الآخر، لابد أن نسمع بعضنا بعضا وأن ننظر إلى نقاط الاتفاق. هناك أكيد مراحل للحديث وللحوار، والقرآن تحدث عن ذلك مرارا وتكرارا. إذن لابد أن يكون هناك حوار في الأسرة الواحدة، بين الوالد وبين أولاده، بين الأم وأبنائها، بين الأزواج بعضهم البعض، بين المجتمع ككل، حتى نصل إلى نقطة اتفاق بيننا وبين بعضنا البعض، ولا ندع مكانا أو مجالا أو فرصة أو ثغرة للشياطين من الإنس والجن في أن يحدثوا فرقة بين المسلمين. وإبراز أهمية الاعتصام. مؤكد. الاعتصام وفكرة الجماعة. طبعا، لأن يد الله مع الجماعة ده كما ذكرنا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء إلى هذه الأمة، ويعني في بداية الدعوة الإسلامية رأينا كيف كان القوي يأكل الضعيف والغني يحتقر ويستعبد الفقير. فجاء الإسلام ليبين أننا جميعا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد أن ننتبه جميعا إلى أننا لا بد أن نتحاور ونتفق، وما كان من الشيطان من نزغ بيننا وبين بعضنا البعض فليتسامح كل منا بينه وبين الآخرين، ولنبحث عن نقاط اتفاق سواء كنا في مجتمع أو في مؤسسة أو في دولة حتى تتفق الأمة على كلمة سواء. أحسنت يا شيخنا، لأن فعلا فضيلة الشيخ عاشور حينما تحدث في الشيخ عيد عن قصة الأسرة فهي الدعامة الحقيقية لصلاح المجتمعات، وبالتالي هنا ماذا عن دور الأسرة ودور الأب والأم يكونوا قدوة في إظهار فكرة الاعتصام والقوة والترابط الذي كنا نحكي عنه في الزمن البعيد، ولكن في هذه الأونة نجد الشباب لهم فكر آخر ولهم اعتقادات أخرى ومنافذ أخرى، فهناك لابد أن نثبت هذه الدعامة وهي الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع، فالمجتمع أسرة زائد أسرة يساوي مجتمع. نعم. كلما كانت الأسرة مترابطة ومتماسكة وطرفاها الوالد والوالدة يحب بعضهما بعضا، كلما خرج لنا جيلا صالحا قويا فاهما مثقفا واعيا يصعب على أي أحد أن يستقطبه. وأول دور على الأب والأم أن ينهض به هو تعزيز دور الحوار. إذا غاب الحوار من الأسرة لن تخرج جيلا صالحا، سيكون هناك فرقة بقى. نعم. ولن نحقق فكرة. نعم. الاعتصام. الحوار يبدأ يا أستاذتنا الفاضلة، يبدأ من إن الأب تكون عينه مبصرة لكل أفراد أسرته وكذلك الأم. نعم. ثم علينا أن نسمع الأولاد، نسمعهم جيدا. نعم. ثم أن نوجه الدفة، إذا قال شيئا خطأ أو أتى بفكرة من الخارج خاطئة أن نصوبها له بما يقنعه. نعم. وبما يؤثر وبما يستميل عقله وقلبه، ونكون معا، يعني أنا والزوج. نعم. نكون معا في نفس الرأي. نعم. ولو أنا مختلفة مع زوجي، لكن لازم يعني نري أولادنا هذه اللحمة.
نعم، وهو نوع من أنواع الاعتصام كبذرة في وهذا بداية وهذا الحياة. ما فعله الجناب النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم. وسلم يعني نبينا صلى الله عليه وسلم في أسرته كان نموذجا للأب الحاني المحاور الرفيق في كل حواراته، ليس في أسرته فقط بل في كل حركاته صلى نعم. الله عليه وسلم. حتى إنه كان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها: إني لأعلم متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غضبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ده مثال عالي. السؤال: هل غضب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها يضر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. نعم. لكن رسول الله يعزز دور المرأة، وإذا ما رأى الأولاد أن الوالد يعزز دور أمهم عظمت في أعينهم. نعم. وكبرت. فقالت: متى؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد. نعم. وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. نعم. فضحكت وقالت: نعم، إنما أهجر اسمك فقط صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يعزز الحوار، فإذا وجد الحوار على مائدة البيت استطعنا أن احنا نخرج جيلا صالحا. فمثلا الوالد إذا عاد من العمل ووجد بعض أولاده أحدث مشكلة، نعم، معظم الآباء إلا من رحم الله ماذا يفعل؟ نعم. ربما يصيح، ربما يسب الولد، ربما نعم. يتوعده، ربما يحرمه من المصروف. نعم. السؤال: هل حلت المشكلة؟ نعم. هل استقام الولد؟ هل تعلم شيئا؟ لا، إلى أين يعتصم بقى؟ هو هنا القصة، يعني هنا هيتمسك بمين وهيتمسك بإيه؟ نعم. فلابد أن يكون، أنا بكلم على فكرة الاعتصام وهي نعم. التكاتف. ما هو التكاتف هذا سيتعلمه لما والده يحاوره، يقول له: يا ولدي أنت حين تسيء، نحن في البيت، أسرة واحدة. نعم. وإساءتك تلحقني. نعم. فأنا أريدك أن تكون جيدا، لأن بجودتك أنا أكون جيدا. نعم. وأمك تكون جيدة، فيفهم أن تصرفاته ضررها يعود على الجميع. ده فلا يسيء. ده حقيقي. فيتربى بداخله أننا معتصمون. نعم. وأن الوالد والوالدة وبقية الإخوة جميعا في سفينة واحدة. نأخذ أنفسنا الحقيقة لمرتبة أعلى. ونحن نتحدث عن الاعتصام، فهناك أنواع الاعتصام أو أنواع الاعتصام، وهي قد تكون اعتصام العامة، وهناك اعتصام الخاصة. نعم. وهناك اعتصام خاصة الخاصة. ماذا عن هذه الأنواع وأهميتها وقيمة هذا المؤمن الذي يصل بهذه المراتب إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا تحدثنا عن العوام فالعوام لهم طرق كثيرة جدا، يعني خليني أضرب مثال. لكن أهمها التجمع والتكتل. وإذا نعم. يعني حدث لي أمر هام فأذهب إلى أخي وإلى صديقي وأتصل بمعارفي وكذا وكذا. وأما ما يخص الخواص فيضرب لنا هذا المثل رجل يسمى ابن عباد الصيرفي رحمه الله تعالى. كان نائما ذات ليلة فسمع مناديا يناديه: يا ابن عباد قم فأغث الملهوف في المسجد. نعم. فقلع له من الشيطان ثم نام، فسمع المنادي مرة ثانية: يا ابن عباد قم فأغث الملهوف في المسجد. نعم. فتردد، لكنه قال يعني مش أكيد يعني. ففي المرة الثالثة قال: لا والله إنه حق. فقام وانتفض ولبس ثوبه وأخذ دبته وانطلق إلى المسجد. ولما فتح باب المسجد دخل فوجد في الركن البعيد عند المحراب شخص ما يئن وهو ساجد ويبكي ويتضرع إلى الله ويسأل الله الفرج. سبحان الله. فدخل إليه وربت على كتفه وقال: يا أخا الإسلام، من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: ما حاجتك؟ قال: والله ضاقت علي الدنيا وكثرت علي الديون وجئت إلى باب الله الذي لا يغلق أبدا. نعم. كل الأبواب غلقت في وجهي. سبحان الله. فعلمت أن باب الله لا يغلق، فجئت إلى الله سبحانه وتعالى أصلي في جوف الليل، إن الله يتنزل في كل ليلة في الشطر الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ينادي على خلقه: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ قال له: خذ هذا المال، وإذا ما احتجت شيئا ائتني، أنا ابن عباد الصيرفي. قال: يا ابن عباد، أهذا كلام تقوله لي؟ أأترك الذي أيقظك من نومك وأتى بك إلي في جوف الليل البهيم وأتي إليك أنت؟ إذن هناك أناس علموا أن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه أبدا، فاعتصموا بالله سبحانه وتعالى في السر قبل العلن، في الضراء قبل السراء. نأتي بقى الخاصة خاصة قبل انتهاء هذه الحلقة. أعتقد والد الشيخ عاشور خاصة خاصة أعتقد هي يعني مزيج من الاعتصام بالله وبحبل الله، ولكن بالله أكثر، من خلال طاعة وسلوك وعبادة. ماذا عن هذه الصفة أو هؤلاء الصفوة وهم خاصة الخاصة؟ الصفوة في علاقتهم بالله
عندهم تسليم وانقياد لأمر الله كامل. نعم. كامل كما تفضل مولانا الشيخ عيد لا يسأل إلا الله، حتى إن بعض الأمراء دخل الحرم فوجد أحد هؤلاء الصفوة فقال له يا فلان سلني، قال أسألك من الدنيا أم من الآخرة؟ نعم. قال من الدنيا، أنا لا أملك الآخرة. قال ما سألتها الذي، ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألك وأنت لا تملكها؟ نعم. وأستحي أن أسأل ربي وأنا في، أسأل غير ربي وأنا في الحرم. هؤلاء قوم تعلقت قلوبهم بالله عز وجل. نعم. لكن أنا أريد أن ألفت الانتباه لأمر آخر. تفضل. وهو اعتصام العامة ربما يكون اعتصام قوالب لا قلوب. نعم. أما اعتصام الخاصة اعتصام قلوب. نعم. وإلا فالله عز وجل جمع لأمتنا المباركة من أدوات وآليات الاعتصام والوحدة ما لم يجمعه لغيرها. نعم. فإلهنا واحد. نعم. ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة، نتجه في الصلاة جميعا إلى قبلة. نعم. واحدة، ونصلي في المسجد خلف إمام واحد، فلم يبقى إلا أن تكون القلوب على قلب رجل واحد. نعم. نحتاج لاجتماع واعتصام القلوب، أن يحب المؤمن أخاه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. ما الفائدة من اعتصام القلوب فيه متنافرة؟ أريد أن أكون حريصا بقلبي على أخي المسلم. نعم. هذه هي يعني هذا هي أو اعتصام الخواص. نعم. وليس اعتصام العوام اللي هو غوغائي وجسدي وليس قلبي. نعم. الإسلام خلق منا أن يحب كل منا أخاه كما يحب نفسه. نعم. بذا يكمل إيمانه. صلى الله عليه وسلم يحمل لنا الكثير في منهجه الكريم من خلال هذه المعاني ومن خلال هذه المفاهيم. نرى جميعا أن الاعتصام أثره قوي جدا، سواء بالله وهو الاعتصام بالله وهي العبادة والطاعة وغير ذلك من هذه الأمور، والمراقبة أعتقد في هذه الأمور أيضا هامة جدا، الاعتصام بحبل الله وهي خاصة بالدنيا. بين هذا وذاك يقينا الاعتصام بصفة عامة شر الدنيا، شر الخلاف، شر الاختلاف، شر الفرقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حسن متابعتكم، انتهت هذه الحلقة، وشكر واجب لضيوف هذه الحلقة فضل الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، أشكرك يا فندم في ميزانك إن شاء الله، كان معنا أيضا فضل الشيخ عاشور أبو العيلة من علماء الأزهر الأجلاء، أشكرك يا فندم في ميزانك. نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين، حلقة جديدة وقول جديد. كل الناس حسن على شاشة القناة الثانية تلفزيون المصري. لكم تحياتي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.